ام بي بوم يعني طافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خرج الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. يا واد عيب عليك، انا شوكوش كفو احكام. يا عيال مع بعض مع بعض الدعم على الدبل، اوكي؟ يلا يلا يا عيال يلا، بدا اي كوفو كوفو اللي اعطاني اسد مع كينج. يا عيال مع كينج، اي ابراجك يا محر، والله كفو كفو كفو. تامر حمزة وينكم يا عيال؟ كبسوا شيروا ما يفوز. كفو اي اسودك يا كينج، كفو كفو. يلا نفذ الحكم. اقول لا تكثر كلام هات احكامك. اقول هد بس، شكلك منضغط صح؟ اقول لك لا تكثر كلام هات حكمك الاول. الحكم الاول، شف ابيك تلبس عبايه وداخلها قميص وتحط الطرح البيضه، تطلع بالشارع وتقول انا ميري. سلامات يا ابويا، مجنون انت؟ هات حكمك الثاني. خلاص الحكم الثاني، تاكل 5 بيضات بقشورها. لو اموت ما اسوي، عندي حساسيه من البيض. خلاص الحكم الثالث، شفت البرج اللي فوق راسك؟ أبيك تقطعه وتدعمني فيه. مستحيل أحلق شعري يا أبوي. خلاص بنفذ حكمك الأول. كافو أحكام يا شكوش. يا عيال شيروا البث، ترى بالبث ها؟ الحكم يتنفذ بالبث. أنا ميري. إيه فقي، خلاص نفذت لك الحكم، سري لك. هي إيش يبقى؟ انت ما في شغل؟ روح شغل. قوم يا واد سريلك. امشي يا واد. وينها؟ ولك عين الطالعيني بعد؟ السلام عليكم. خليكي معي هنا، أنا دافع 25,000. تحسبينها بالسهل كذا؟ أنت وين لقيتها؟ وين لقيتها؟ لقيتها في الشارع العام ترقص مع العمال. ما في رقص. الله لا يبارك فيك اللي ما تستحين. شريحة المعفنة أكيد من الرقص وصيعة الوجه. يلا يلا قمي قدامي تروش. يلا يلا. أوكي ماما. جاء إن شاء الله. إحنا من اليوم ورايح لازم ننتبه لها زين ونخلي عيوننا عليها عشان ما تنحاش مرتين ثانية. لا تخافين يا بنت الحلال، أنا مقفل البيبان وبركب كاميرات بعد. ودخلت الحمامنا بعد؟ ورا ما تسبحتي بحمامك؟ لا ولا بسرب حقك بعد، هذه مهي بصاحية. لا لا مهي
مصاحية مي مصاحية تندي مهبولة مهبولة وش اللي جايها؟ يلا غرفت يلا. أوكي بابا مرة تانية ما في صوت كبير على روح سفارة. قوم يا واد. النشبة ذايبيك يا عيال شكو شو اتصل؟ النشبة ذايبيك. ألو أنت وينك؟ يا شيخ الله يرجك أنت وتحدياتك. الرجال خطفني يحسبني شغالتهم. تعال طلعني من هنا. طيب وين مكانك؟ يا أبويا ما أدري، حطني في الشنطة زي الغنمة وجابني هنا ونادى حرمته وهزأتني كمان. أم عاد لا يكون شفت زوجته بس شفته وتروشت بحمامه كمان. صاحي أنت؟ والله لو درى أنك رجال نذبح. أيوة أنا في بيت كافيل. هذا بابا ناصر بيا بيا. ماما فوزية قلب طيب. قفل الجوال يا بنت الذين. هذا الجوال هو بالمصايب. من اليوم ورايح ما في أي جوال. طيب بابا ما في مشكلة. أبوك النكبة. قفل الخط عيال. لا يا شيخ ترى أنت اللي انكبت الضعيف. وأنا وش دخلني؟ أنا تحديته وهو قبل التحدي. طيب وش السوات الحين؟ عادي يا شباب خلوه ينقلع. أنت كل تراب. هذا خوينا ولازم نوقف معه.
بشر، نزلت الإعلان؟ نزلت الإعلان في جميع مواقع التواصل. إن شاء الله رب العالمين بيعوضنا عنها وبيجيب لنا اللي أحسن منها. يلا حبيبي العشاء جاهز. يلا. شكوش، وش ذا الرقم الغريب؟ اسمع، قاعد اكلمك من جوال الرجال اللي خطفني، تراه منزل اعلان وبينقل كفالتي. ام عاد ينقل كفالتك، تستهبل انت. طب ورمت الحاش؟ الحاش فين؟ الرجال مقفل كل الابواب. خذ الرقم هذا عندك وطلعني من ذا الموضوع. يلا سلام. عاد وش تنتظر؟ دق عليه بسرعة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معي؟ معك عامر، نبي نشتري منك شكش، أقصد الشغالة اللي مسوي الإعلان. طيب بكرة الصباح تيجي عشان نتفاهم. لا 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 لا، أنا والدتي تعبانة والآن بيها محتاجة، بكيفك تبي نخلص الحين؟ جيتك ولا كنسل؟ طيب الله يحييكم، أرسل لك اللوكيشن. أوكي. فوزية سم أبشرت، بيجي واحد الحين بينقل كفالتها، خليها تولم عفشة. الله يبيض وجهك ويبشرك بالخير يا رب، أخيرا بفتك منها وتنقل كفالتها. يا ربي لك الحمد والشكر. أبا أروح أكلمها تولم عفشها وقلحها عن وجهي. يا عيال، خوينا في ورطة ولازم نوقف معاه، والحل الوحيد ان ننقل كفالته عليك. وانا وش دخلني فيكم؟ انتم مورطة بحكمك البايخ، ورا ما تنقل كفالته عليك انقله على كفالتي انا عشان امرمطه مرمطه واسوي له خروج نهائي. يا ابوي دزها انت فضيلك بعد. اسمع ياسر، انا طفران وكفته منتف، ما لها الا انت اللي تقدر تدفع الدراهم، اعتبرها دين بردها لك. خلاص اوكي ما عندي مشكله، بس توعدوني ترجعونها خلال شهرين. أفو عليك، كفو يا ياسر. 25,000 ريال راحت لحسابك بالتمام والكمال، مع أنها غالية شوي بس وش نسوي؟ يلا. وهذا الجواز والإقامة، وبدخل الموقع وبنقل كفالتها لكم. سبحان الله، شبه شكوش. سلامات. مو بشغلك. أنت الزهل بيتكم، يلا امشي أنت. صندقي. يلعن بليسك، وش اللي صار معك؟ يا أبوي أنت فقي ولا كبتنا؟ يا عيال، أبغى أتزوج. طلع حمام المتزوجين مرة ظلة. بابا وديني البوليفارد. لا حنا بنوديك المقبرة أحسن. يا أبوي دزها الحين، مش تبيني أقول لأبوي لو سألني عن الفلوس اللي سحبتها؟ خلاص لا تصيح، ها أنا بضبط الموضوع. أهدى يلا يا شكوش، ترى 25,000 حقت نقل الكفالة اللي دفعها ياسر. شكرا. وش نستفيد من شكرا؟ الرجال موعده بشهرين اعطي فلوسه. يا ابوي انا من فين ادبر لك 25,000؟ اشتغل شغاله. اهدى من كذا، مسوي بتمسك عليه السالفه. وهو صادق كفته، امي قبل يومين جابت شغاله اعطتها 400 ريال بثمان ساعات. واذا قلنا 400 في 30 هذه 12,000، في شهرين 24,000. اي بس باقي 1,000. مسامحه. كف والله. هي انتوا مجانين ولا ايه؟ ايش الهرجه؟ ايه اذا تبيها جنان لا تنسى تراك على كفالتي وجوازك واقامتك عندي، وفي اي وقت اسفرك خروج نهائي. يا ابوي ايش الهبل ده؟ بروح ابلغ الشرطه. راح بلغ تدل القسم، بس لا تنسى ان الرجال اللي دخلت عنده بالبيت شايف زوجته، واذا درى انك رجال راح يذبحك.
حظا في الشغل السنة، لا تشيليني يا ميري. فشل عقلك يا فقي. أنا ميري. شوفي يا ميري، اليوم حفلة تخرج شهودة وأبيك تجهزين. أوكي مادام. سالي. نعم مادام. تعالي شوفي ميري بتساعدك اليوم بالحفلة. أبداً ما في سوي كده، أنا عنده حساسية. Sombong amat kamu jadi orang, gak seperti orang senegara sendiri. Uskut. Uskut ya enti, utak oleh matbah. Kamu Indonesianya dari mana? Anti Iskala. Alhin enti, men Indonesia. Mat arifin kalimat Indonesia. Ana mabi maklum Indonesia. Baba ana min Indonesia. Mama ana min Sri Lanka. Ana maklum Sri Lanki. Hey, maga kama anda tu pure? Hmm? Sri Lanka maga kama anda tu pure? Ana mabi maklum Indonesia. Mami maklum Sri Lanka, ana maklum Saudi. Hai, hayyan. Lifi jadar, mai tal'ah illa melas. مرحبا أخوي. إي نعم، معك شركة الصنعة. بكرة متوفر. وين موقعكم؟ المزحمية. مزحمية لا! مهبول أنت، المزحمية عندها تفتيش، وش فيك؟ خل الموضوع علي، اسكت أنت وياه. شوفوا انا اخوك، اذا تبيها مع التوصيل ترى في رسوم زياده، داخل الرياض ب 400 ريال، خارج الرياض مع التوصيل ب 1400 ريال. تجي تاخذها؟ خلاص اوكي، في انتظارك، فمان الله. مزاحم يا بعيد! والله اني ماخذها بعد خدمة الشاي في الديره، ما عند احد وانا مشغول في الرياض. اف عليك، ميري تعجبك، تطبخ، تنظف، تكنس. حتى كبار السن عنده خبرة معهم. لا وابشرك بعد عرفت اطبخ ذبائح. ما شاء الله هذا عزة طلب صدق. لا ما في طبخ ذبائح، اتفاق كنس نظف بس. يصير خير يصير خير، ارتبي الحين ارتبي. يلا حيه يلا مرحبا يا ابو مطرق يلا حيه. بكل بقايا المرحبة تحيا ودوم. ما شاء الله جايبينكم شغالة. اي والله يا اخوك جبناها بهت خدمة الشايب ومن الشايب الحالة. انت متزوجة؟ ايوه انا زوج بس زوج انا موت. والله ساعة الهدى ورا ما تزوجون هالعود وتضمنون قعدتها معه. ابيها هذا اللي ناقص. قوم يا ولد. يا اخي ذا الفيلم رهيب. اي والله. هي اسمع انت وهو بتبلغ عني بلغ طز. الموضوع وصل هنا، الرجال بيزوجني ابوه، مجنون انت عامر؟ سمعت ايش يقول يا حبيبي؟ اجل جيب الفلوس اللي عليك. النشبه دايبي النشبه دايبي النشبه دايبي. الو اي شركه السنعة للخادمات. هلا يا خاله سمي امريني. تبين خدامتين؟ ابشر بعزس. متى تبينهم؟ خلاص اوكي حضروا لي بكره. ارسل الموقع. مع السلامه. يا عمي سري لك ماني متحرك اي مكان. غبي انت غبي، الطلبات كثرت، بعدين لو انك موظف ما تجيب الفلوس ذي. اسمع يا شكش، نبي نعطيك 30% من الدخل، وش قلت؟ 50% ما تنقص ريال واحد، ولا بطلنا. شوف الطماع. خلاص يا بزر 50% لا تصدقنا. انت بزر. أرق. خلاص اوكي لا تهايط. بس في مشكله الحين. وشي؟ الحرمه طالبه شغالتين. طيب شلون بتدبرها ذي؟ ها ابد خلي الموضوع علي. هذول الشغالتين اللي طلبتهم ومن احسن الشغالات اللي عندنا، الاخت سيلانيه وهذه اندونيسيه. كم هير كم هير قدامي؟ كم هير انت قدامي؟ الله الله بالمعامله الطيبه. وانا اخوك هذولي جايين متغربات ويترزقون الله وأمانة بعناقنا. هالحين أنت وراسك جاي تعلمني المعاملة الحسنة والكلام الفاضي؟ وصلتم عندي هنا
اقلب وجهك انت وياها. يلا قدامي عند الوالده. يلا كم هير. اسمع، ما ابيك ولا تتكلم ولا كلمه. ياوا عشان ما تنكبنا. ياوا خليك اطرى. ياوا خليك اطرى. ياوا اقول لك خليك اطرى. ياوا ياوا خليك اطرى اقول لك. شو اسمك انت؟ انا ميري. وانت وش اسمك؟ وراك ما تجاوبين. طرمة انت ولا وش قصتك؟ ماما هذا مسكين ما في يسمع ما في كلام، هو صغير تيه فوق راسه شجرة، هذا النتيجة. يا ساتر، الله يشافيها ويعافيها. طيب أبغاكم تغسلون هالمواعين هذه كلها وتغسلونها زين. ها هي شكلها شاطرة وسنعة ذي. أقول تعرفين تسوين جريش؟ ماما هذا ما في كلام، أنا ما في معلوم جريش، معلوم هذا منتو فربوزة يقلوش حركات. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون ام اسفر؟ بخير يا يمه. عازم لي رجال من اخوياي عزيز على قلبي، لا القهوه ولا الغداء. ولا اوصيك يا ام اسفر، ما بذيك الجريشه وذيك الكبيسه اللي ما عاد وراها يا يمه. الله يحييه يا يمه، وهالحين بسوي لك القهوه والغداء. هذا ولا باين عليهم وان امك ما عندهم دبره، خلهم بس ينظفون ويغسلوا لي هالمواعين، ومن تجهز القهوه بيجيبونها لك للمجلس. الله يا ستر لا يجيبون فينا العيد. بس تبي الصدق، ما توقعت ان بزنس الشغالات يطلع فلوس كذا بصراحه. مشروع بطل. عفو عليك، انا افكر اذا زاد الطلب اجيب من سريلانكا. سلامات يا ابوي، شكلك ناوي تستقدم شغالات جد. لا ما يحتاج، انت وصالح موجودين. ابلش. امسكي امسكي امسك انت الثانيه. يلا روحوا ودوا المجلس، تحركوا. اوكي ماما. ما عم طلعت انت؟ لا اله الا الله. ما شاء الله، حياك الله والله يا ملا. الله يبيك بيت اخوك ويا مرحبا. الكلب طال عمرك. والله الساعة المباركة. الله حياك الله يا ملا. يا مرحبا. ابكم 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 اللي جايبي عند ابوي، احس بخدامه طلع رجال. انت متاكد ان هذا رجال؟ اي والله رجال. ياوا انا رجال، ليه ما ملينا عينك؟ يا فضحك فضحا يا مسفر، انا ولدك يا ابوي. ادخل رجال في البيت، ادخل رجال في البيت، 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 ر